من final exam June 2022 problem 2. Find an equation of the line passing through the point 1 مع 2 and intersecting the y-axis at y equals 3. يبقى عندنا 2 points. Point 1 x1 y1 وعندنا point 2 x2 y2. ال x1 وال y1 مدهم لنا صراحة 1 و2 وال x2 ادها لنا بصورة غير مباشرة اللي هي 0 لاني تقاطع اللاين مع محور الواي معناها ان الاكس ايكوالز 0 والواي هو الواي انترسبت اللي هو 3. نقدر نجيب الميل ونستخدم اي نقطة لايجاد اللاين ايكويشن. الام عبارة عن واي 2 ماينس واي 1 تقسيم اكس 2 ماينس اكس 1. طبعا تقدر تبدل بين النقاط، مش لازم البوينت 1 تكون 1 و 2، ممكن تكون بوينت 2 تبدل البوينت 1 تكون 0 و 3 مش هتفرق معاك. 3 ماينس 2 تبقى للتسمية اللي سميناها تقسيم x2 ماينس x1. لو عكست كتبقى 2 ماينس 3 تقسيم 1 ماينس 0، نفس الشيء يطلع السلوب بنيجاتيف 1. دلوقتي نقدر نستخدم البوينت سلوب فورمولا لإيجاد اللاين إيكويشن. y ماينس y1 إيكوالز السلوب في x ماينس x1. ال y وال x دول نقول التو بارامترز أو التو أنونز اللي يكونوا موجودين في الإيكويشن. أما ال y1 وال x1 نختار النقطة الأولى أو النقطة الثانية يمشي الحال. 1 و2 يبقى هنا 2 وهنا 1. كنا ممكن نستخدم الزيرو مع الثري. يبقى y ماينس 2 equals نوزع النيجاتيف 1 على 2 ترمز هدينا نيجاتيف x بلس 1، وبالتالي y بلس x التو تروح الجهة الأخرى. ممكن نقول x plus y equals 3. ممكن ده شكل، ممكن تقول ان ال y equals negative x plus 3 يمشي الحال. ممكن تقول x plus y minus 3 equals 0. كلهم شغالين. عملت بروزة على الاولى ولكن الثانية صح والثالثة صح. هو عايز اللاين إيكويشن. كده جاوبنا على السؤال. طبعا واي انترسبت هو داني 3 لو طلب الإكس انترسبت. لو طلب الإكس انترسبت ده زيادة مش مطلوبة. if he asked for X intercept احيانا بيسأل. هتحط الواي بزيرو، هتقول ان x بلس 0 equals 3 x equals 3. اذا الx intercept equals 3. ده لو طلب.